بقينا النقطة الأخيرة، إزاي تذاكر الكورس، إزاي حضرتك تذاكر الكورس. إحنا معانا دلوقتي تقريبا 14 أو 13 محاضرة، هتشوف نوع العقد بتاعك إيه، هتشوف نوع العقد بتاعك إيه، إزاي أنا أذاكر الكورس. حضرتك هتشوف نوع العقد بتاعك، لو كان لمب صمب هتبدأ بالطريقة التقليدية اللي احنا اشتغلنا عليه، لو كان برايس بير يونت هتسمع المحاضرة الأخيرة ده وترجعها أكتر من مرة. الاس كيرف ممكن تشرح لي في والكا، يا ريت المحاضرة تكون طب الكاش فلو يا باشمهندس، احنا الكاش فلو احنا ظهرناه المرة اللي فاتت يا باشمهندس، احنا اتكلمنا عنه الكاش فلو. ما انا قلت لك ازاي تطلع الكورس في المحاضره اللي فاتت اتشرح يا باشمهندس، الاس كيرف اتشرح المره المحاضره اللي فاتت تقريبا، انت ما حضرتش معانا، دي اتشرحت المره اللي فاتت تمام وشرحناه بالتفصيل يعني. بعد كده يا باشمهندس انا ازاي اذاكر الكورس، بس عشان الثاني لو كان لو كان العقد بتاعي لمصه وشغال مساحات هشتغل بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها. طب لو كان برايس بير يونت هتسمع المحاضره بتاعه النهارده مره واثنين وثلاثه وهتظبط الاكسل شيت بتاعك زي ما وصلنا بيه، يعني انت هتبقى تسمع المحاضره رقم ثلاثه ومع المحاضره رقم 14 النهارده تقريبا على ما اتذكر، يعني المحاضره رقم 14 المحاضره المحاضره رقم كام والله مش مكتوب تقريبا، ماشي تقريبا المحاضرة رقم 14 14 باشمهندس بيقول 14 محمد. يبقى انا لو العقد بتاعي برايس بير يونت هسمع من اول محاضرة، اسيبك واحد واثنين اركنهم على جنب دلوقتي، يعني واحد واثنين بيكون عندك مزاج وانت بتسمعهم، بس اسمعهم بمزاج تمام. هتسمع محاضرة رقم 3 مع محاضرة رقم 14 بالتوازي مع بعض، شوف كنت بعمل ايه هنا وتظبط الاكسل شيت لحد ما توصل للشكل بتاع الاكسل اللي احنا وصلنا له ده وظبطت شغلك تمام، خلاص انطلق بقى ايه، او لو فهمت المحاضره النهارده بنسبه 100% هتظبط الشكل، توصل للشكل اللي حضرناه والنسب والكلام ده كله، تبدا تكمل بقى من المحاضره رقم 3 و4 و5 وتكمل تشتغل تمام. اذا لانك لو بدات من محاضره واحد واثنين وثلاثة واربعة مش هتعرف، لو كان عندك عقدك برايس بير يونت مش هتعرف تعمله الا لو كنت فهمت ايه، سمحت الجزء الاولاني من المحاضرة رقم 14. طيب بعد كده هتبدأ تسمع المحاضرات بنفس الترتيب اللهم صل على الحبيب المصطفى، وتوصل للاكسل ده. وصلت للاكسل لحجم العمل، معلش اي نيد كويشن برايس بير يونت الويت بيرسنت في البرايس بير يونت. طيب يا باشمهندس ما انا بقول انا قلت لك الويت، طب وقت الاسئله هنجاوب عليها دلوقتي حالا. يبقى اختصار الوقت ان انا ازاي اذاكر الكورس، ابدا محاضر رقم 14 مع محاضر رقم 3 بالتوازي ونبدا نشتغل، اسمع الجزء الاولاني من المحاضر رقم 14. وطبعا الدعم الفني محاضر رقم 14 هيفصلها، خلصت دلوقتي انا دلوقتي يعتبر شغال في محاضره رقم 15 من اول ازاي تذاكر الكورس، دي هتكون محاضره يعتبر رقم واحد. هنتقل ان قلت لك ازاي نذاكر الكورس، نسمع محاضره 14 مع محاضره 3 و4 و5 وانا براجع برضو على محاضره 1 و2 بالتوازي كده شغال مع بعض. طيب بعد كده هنبدا نجاوب على اسئله سريعه. ايه هي الاسئله السريعه؟ في اسئله جاتني، يعني انا لو عندي نسخه ولو عنده اسئله بقى تمام يا باشمهندس مفيش مشكله باذن الله. طيب اللي عنده اسئله يبعتها بقى بسرعه وانا هجاوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باشمهندس حسام. السلام ورحمه الله وبركاته دكتوره شيماء عاشور مع حضرتك. اهلا بيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟ شكرا جزيلا على المحاضره القيمه ديت، واستفدت جدا من موضوع التايم لاين اللي حضرتك عرضته. أيوة. وكان في شرح تفصيلي لازاي الاليمنتس ديت يعني تتراجع وتبص عليها، واستفدت جدا من الجزئيه دي بقى، يعني ربنا يبارك لحضرتك يا رب. الله يكرمك، شكرا لذوقك يا فندم، الله يكرمك يا دكتور. هفتح الاسئله اي حد عايز يسال، هفتح له المايك بعد اذن سعادتك. اتفضلي اتفضلي. ماشي ماشي يا دكتور ماشي. فيو لوج لما تعمل تقرير مش طيب، هبدا اجاوب بقى على الاسئله واللي عنده اسئله ايه
اول سؤال مهم يا باشمهندس، عندي نسخه بيرمافي انا مسطب لو بند بالمقطوعيه يا باشمهندس يونت، بكتب ايه مكان اليونت؟ لام صم يا باشمهندس، يعني هنا تقول له لام صم وخلاص. هو يعني مثلا في البرايس بير يونت مثلا هنا يعني مثلا طيب جهزوا الاسئله بس هنجاوب لكم على الاسئله القديمه وهنبدا ناخد الاسئله الجديده. تمام؟ عندي مثلا اللهم صل على الحبيب المصطفى، هنا يقول لك مثلا ايه؟ يعني مثلا الوحده لم صم، لو هو لم صم ومحطوط لك سيرو بتحطه هو زي ما هو لم صم، يعني لو جالك في وسط البرايس بير يونت شكرا الله يكرمك الاس كيو ال ستاندرد كويري لانجويج على تنزيل البرنامج خصوصا. الاس كيو ليت، بص يا باشمهندس الاس كيو ال اللي هي ستاندرد كويري لانجويج هي لغه داتا بيز عموما يعني. واحكي لك بقى قصه الموضوع دي، كانت الاول بيرمافيرا شركه بيرمافيرا نفسها كانت عامله تعاقد مع شركه مايكروسوفت تمام، لان كانت بيرمافيرا شركه صغيره شويه تمام، وكانت بتاخد الداتا بيز بتاعها من مايكروسوفت. لما جت شركه اوراكل اصلا هي شركه داتا بيز عملاقه زي مايكروسوفت ففي تنافس يعني، فبدات تعمل حاجه اسمها اس كيو اس كيو ليت او لايت. هي داتا بيز وحشه بصراحه، داتا بيز حاليا اللي فري دلوقتي وحشه، ولكن سهلوها في عمليه التسطيب يعني ستاندرد، خدوا احتفظوا بنفس اللغه يعني ستاندرد كويري لانجويج وعملوها مثلا ايه انديفيدوال وحذفوا حاجات ومش عارف ايه ومش حلوه وفيها مشاكل تمام. دي كان باختصار يعني ايه. عايز تنزل البرنامج هشرح لك دلوقتي او انا بس لو دخلت في تنزيل البرنامج هاخد وقت كتير يعني. ممكن ايه حضرتك www.oracle-software-delivery-cloud بتخش على الدليفري كلاود بتسجل فيه على الويب سايت ده بتسجل فيه، والنسخ عندك فري بتنزل النسخه اللي انت عايزها. التسطيب التسطيب سهل جدا، بتاخد في الاعدادات. وممكن الاسئله دي طويله اجابتها طويله واجابتها لازم تتعمل عملي، لو حضرتك عايزين حاجه زي كده بقى ممكن اعملها لكم بقى تمام. طيب انا عندي بس ايه نسخه بريمافيرا انا عندي مثلا على سبيل المثال، انت عايز حضرتك تعرف ايه هي ايه النسخه بتاعتك الاصدار بتاعها، بتخش على انت عندك اللي هنا الفايل والايديت والفيو بالبروجكت والانتربرايز والتولز والادمن والهيلب، بتخش حضرتك على هنا وتقول له ايه اباوت بريمافيرا بي 6 بروفيشنال، وتخش على السيستم بقول لك ان انت اولا الداتابيز بتاعتك اس كيو اهي اس كيو ال اي تي او ليت تمام. طبعا هي ودي زي ما قلت لك هي شبيهه شبيهه بالداتا بيز بتاعت مايكروسوفت اللي هي الاس كيو ال تمام. وادي النسخه بتاعتك اللي هي 18.8. طيب انا جات لي نسخه شاكرين ومقدرين الله يكرمكم يا باشمهندسين الله يكرمكم ربنا يكرمكم يا رب ربنا يكرمكم. انا عندي مثلا نسخه مثلا 16، طب ازاي افتح البرنامج عليها؟ دي السؤال، ازاي انا عندي نسخه 16 وجات لي نسخه وجات لي نسخه 18 او 20 او ايا كان؟ بسيطه جدا يعني ابسط مما يكون. حضرتك بتشوف الـ الملف اللي هو جاي لك، شوف بس هنا هل في هنا اهو تمام. ادي ده ملف بروميفيرا، فرضا الملف ده مثلا 20 قبل ما جيت تصدره قال لك في مشكله في التصدير وان النسخه مش بتفتح لان نسختك قديمه، بتدوس عليه هنا كليك يمين يا باشمهندس تمام، وتقول له اوبن ويز نوت ايه نوت باد، وتعدل هي بيقول لك 18.8 فتيجي معدله بالنسخه بتاعتك اللي هي مثلا ايه 16.2، بتيجي شايل ال 18.8 ده وتقول له مثلا ايه 16 على سبيل المثال بوينت 2. طب شوف نسختك كام وعرفت انت ازاي تعرف نسختك، ولو تاخدها كوبي وباست يعني انت ممكن تاخدها ايه تخش من هنا كده وتقول له مثلا بريمافيرا مثلا السيستم وتقول له اهو تاخد دي كده زي ما هي كده تقول له كنترول سي وتروح على النوت باد بتاعتك وتيجي واقف عليها كده مثلا وتقول له ايه كنترول في تمام، وتقول له اقفل هيقول لك سيف قول له سيف تمام، وتتصدر هتظبط معاك خلاص كده المشكله معاه. باقي مشكله ثانيه جات لي كان فين المهندس بيقول لي ان هو عنده دي بيقول ظهرت مشكله، الباشمهندس ما هيكون حاضر معانا النهارده هو طلب ان تشرح العام،
جيبي كل ما يعمل سكادول ما بيرضاش يعمل معاه سكادول، ظهر له لوب. بص يا باشمهندس، ظهر لك لوب. معناه ايه ظهر لك لوب؟ ظهر لك لوب ان انت نعدل بس نلغي بقى اللي اوت دي بقى، وزي ترجع للي اوت القديمه بتاعتك مثلا انت شغال عليها، تندر مثلا ابلاي اهو، ظهر لك لوب ازاي يا باشمهندس؟ ليه؟ لان انت مثلا على سبيل المثال ربطت النشاط ده بده فينش تو ستار، تمام، ورجعت تاني جيت رابط ده كده، او مثلا اهو ده وجيت رابط ورابط وجيت رابط ده بده وجيت رابط ده بده كده، تمام. وهتيجي تعمل سكادول هيجي ايه؟ هيقول لك اسف مش ايه؟ مش هينفع ايه؟ اهو ظهرت لي رساله، اسف ظهرت لي الرساله لوب. ايه اللوب؟ اللوب حضرتك هتيجي داخل بقى تعمل فلتر على الانشطه دي وتشيل العلاقات، تمام؟ ظهر لي اللوب عشان انت بتقول له بعد، طبعا ولو انت شلت العلاقه دي اهيت وقلت له ديليت، طبعا انا عشان عارف مكانها، انت بقى ممكن ما تكونش عارف مكانها وتقول له سكادول، خلاص بدا يعمل سكادول اهو. لان انت بتقول له بعد ما ينتهي النشاط ده ابدا النشاط ده، وبعد ما ينتهي النشاط ده ابدا النشاط ده، ورجعت تاني قلت له بعد ما ينتهي النشاط ده ابدا النشاط ده. طب ازاي؟ يعني انت مثلا على سبيل المثال دي النشاط دي A B C، فبتقول له A بعدها B بعدها C، وبترجع تاني تقول له C بعدها A. طب ازاي؟ ما هو بيقول لك انت عملت لوب كده، في مشكله في الغلط، فما رضاش يعمل، مش هيعرف يعمل سكادول، هيعمل سكادول ازاي حساباته؟ فاذا دي كانت الاجابه على السؤال الثاني. باقي سؤال مهم جدا وجاد، طيب انا باشمهندس النسخه بتاعتي بالعربي، نيجي نصدرها، نيجي نصدرها ماشي، ما بتظهرليش كده بالعربي كده، بتظهر لي اللي عنده اسئله يبعتها يا باشمهندسين وانا هنجاوب على الاسئله. بس انا بجاوب لك على الاسئله القديمه. بتظهر لي هولوغريفي كده وارقام وهوامش مش عارف ايه، دي مش مشكله برمافيرا. اول حاجه المشكله دي اتحلت من نقطتين. النقطه الاولانيه ان النسخه الجديده من البرمافيرا بتدعم اللغه العربيه دلوقتي اللي هي نسخه 20، الشباب بيقولوا انا ما جربتهاش، تمام، انا لسه ما زلت محتفظ ايه بالنسخه القديمه لان ما فيش اختلاف كتير يعني. فالنسخه البرمافيرا الجديده هو زي ما قلت لحضراتكم، هتخش على www.oracle-software-delivery-cloud وتسجل عليه وتخش على الاصدارات ويب سايت، وانتوا اشطر مني، مش هشرح لك لانها سهله، ولو عارف انها صعبه اشرحها لك، تمام. بحل مشكله ان البرنامج مش راضي يقرا معايا، مش راضي يقرا معايا القديمه، فقلت لك حلها من نقطتين، يا اما تنزل النسخه الجديده بتاعت البرمافيرا. طيب لو انا محتفظ بنسختي القديمه ومش عايز ادلت واعمل، بتيجي حضرتك مشكله داتابيس، هي مشكله ويندوز ملهاش دخل بالبرمافيرا، بتخش على سبيل المثال على كنترول بانل ماشي، وتخش على تشيك كلوك ان ريجن، وبعد كده تخش على الريجن يا باشمهندس، تمام، وبعد كده تخش على الادمنستريتيف، وبعدين تقول له اسف ايوه، تخش على التشينج سيستم لوكال، تمام، وتخلي دي عربي، تختار، هي هتلاقيها بالانجلش معاك، هتختارها بالعربي، واول ما تقول له اوكي البرنامج اللابتوب هيطلب مع او الكمبيوتر عندك هيطلب ايه؟ ريستارت، هيعمل ريستارت، تمام. هتيجي بعد كده اول ما يعمل الستارت ويفتح تاني، هتيجي داخل على البرنامج على البرمافيرا على 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 الجهاز بتاعك حضرتك، وتحذف النسخه القديمه، لان لو فضلت زي ما هي هتلاقيها ما اتقريتش برضه، وتيجي حذفها تعمل لها ديليت، تمام، تدلتها، وبعد كده تعمل امبورت تاني، بتلاقي زي الفل والمشكله اتحلت، تمام كده. انا جاوبت على الاسئله القديمه، هنبدا بقى ايه نجاوب على فيو لوج. لو ممكن حضرتك تعمل محاضره شرح قوائم البرنامج، يعني هي ادفانسد يا باشمهندس، انا ممكن 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 مشروحه قبل كده يا باشمهندسين، زمايلنا الافاضل المهندس زياد البصيري، عمر عبد العزيز او عمرو عبد العزيز تقريبا، يا عمر عبد العزيز يا عمرو عبد العزيز شارحين الحاجات دي، فمش هشرح حاجه مشروحه. انا شاكر الله يكرمك، انا شاكر لحضرتك مهندس ميكانيكا، بس استفدت بفهم الخطوات والبرنامج، نفسي ودخل دخلني وده خلاني ما فوتش ولا محاضره. ربنا يكرمك يا باشمهندس، ربنا يكرمك يا باشمهندس، ده من فضل ربنا يا باشمهندس.
لو امكن محاضره تعمل فيها تعمل محاضره شرح قوائم البرنامج، شرح قوائم البرنامج يا باشمهندس، المهندس زياد البصيري، المهندس اسماعيل هاني او هاني اسماعيل، المهندس هاني اسماعيل، المهندس عمر عبد العزيز او عمرو عبد العزيز، المهندس السعداني، المهندس محمد السعداني، دول شرحوا الحاجات دي، فمش هشرح حاجه اتشرحت قبل كده. هو دايما عدد الفرق يساوي فرقه واحده عند حساب عدد الايام للانشطه، ولا بحط عدد الفرق على حسب معدلات الانتاجيه سواء لو فرقتين او ثلاثه او اربعه؟ لا يا باشمهندس، دي اصبر معايا بقى المشهد، لان المهندسين عندي اصلا في اداره التخطيط ساعات بيغلطوا في الحته دي. ايه بقى؟ انت بتشوف معدل الانتاج اليومي المطلوب، يعني مثلا انا عندي زون معين او طريق معين، حسبت له معدل الحفار بيحفر مثلا 100 متر والطريق دي 1000 كيلو، يبقى وانا هخلصه في 10 ايام، تمام؟ حسب البرنامج، انت بتبني البرنامج بتاعك وحسب حجم الشركه وحسب انت فاتح في كام زون في نفس الوقت. الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل في الاول، ولكن اشرحه لك تاني. فلقيت نفسك انت عايز تخلص النشاط ده، هتقول له معدتين، يعني على سبيل المثال انا الاداره عندي جابت لي 20 بوكليه وقالت لي عيش حياتك بيهم، او 20 حفار وعيش حياتك بيهم، وانا هفتح في خمس زونات او خمس طرق، وكل طرق وكل طريق حاطط له ايه، وظبطت اموري كده، وكل طريق حاطط له 2 بوكليه، عشان واحد هيجي من اليمين وواحد هيجي من الشمال. ما هو انت برضه ما تقوليش مثلا ارض تربه رمليه وسهله وهتنزل كل 200 متر بوكلين، فمش هينفع لان هيعطلوا بعض وهيتحرك والكلام ده كله. فانت برضو حسب عدد المعدات وحسب عشان حركه المناوره والكلام. فاذا انا بنركز على النشاط الدرايفنج. لاحظ هنا البرنامج البسيط اللي انا عملته وشرحته لكم هنا اللي هو ده، ما جبتلكش سيره عماله وحاجات من دي، ودي على فكره برنامج ظريف وحضراتكم ايه، ودي مساله على فكره بتجينا يعني واحنا في الدراسات العليا والكلام ده كله، في تخطيط كنا بنعمل الكلام دي مانوال وبسيطه جدا. فلاحظ ان انا ما جبتلكش سيره العمال، يعني انا هل انا هتلاقيني هنا مكاتب لك، هل كتبت لك عامل ما كتبتلكش عامل؟ ليه؟ لانه نشاط مش كريتيكال، ملوش وزن عندي ازوده انقصه براحتي، نشاط سهل بمعنى اصح. واهتميت بالحفر هنا لان الحفر هو صخر والكلام ده كله، لانه هو الاساس. طيب هتيجي تقول لي انا هعوز فرقه او اثنين او ثلاثه، بتيجي تقول له انا هحفر الطريق دي في خمس ايام باثنين بوكلين، كل بوكلين هيحفر لي مثلا 100 متر، فاذا انا عندي 200 متر في اليوم، اذا في خمس ايام هنكون خلصت الطريق اللي هو 100 كيلو دي. طيب هتنزل عليه فرق تركب قد ايه؟ هتيجي تقول له انا الفرقه بتفرد 500 متر في اليوم، تمام؟ الفرقه مكونه من ايه؟ اللي هو الكرو او الدولاب او الطقم او ايا كان. الفرقه مكونه مثلا من اثنين عمال وواحد سباك مثلا، والبوم تراك او الكرين اللي هو العربيه اللي هو بنزل ايه؟ بنزل المواسير في الموقع. اذا هي دي فرقه. يعني ممكن تسميها فوق خالص هنا، ممكن حضرتك تسميها فوق خالص هنا. انا عايز افهمكم يعني ايه هو تخطيط، يعني انتوا ممكن تكونوا احسن مني في التخطيط، ولو قريتوا ودرستوا في الحاجات دي هتبقوا. فانا مثلا تقول له مثلا ايه البوم تراك، طبعا انا عايز كم واحد مثلا هنا، تيجي مثلا في العماله تقول له مثلا هنا فين المعدل اهو، على سبيل المثال دي الفريق بيعمل 105، وهنا ان سكيلد لابر مديك 1.6. طب هتقول لي ازاي 1.6 يا باشمهندس، هو انا اجيب عامل ونص عامل؟ لا يا باشمهندس، انت بتجيب مثلا ايه 1.5 مثلا، يعني يوم هيكون مثلا، او بيعملوا طريقين في نفس اليوم، او بيعملوا مثلا او فريق من ثلاث عمال، او في يوم هيبقوا اثنين والفريق الثاني هيتنقل للمجموعه الثانيه، يعني في يوم هيبقى عاملين، او في يوم هيبقى عامل، اخر يوم هيبقى عامل. في النهايه هتجمع معايا الكسور دي، هتجمع معايا. وليه انا حطيت 1.5 والكلام ده كله؟ اولا دي مش كلامي، ده كلام مدير مشروع، وكان مدير مشروع شاطر شويه انا افتكر، يعني كان بحكر في الحاجات دي كويس جدا عشان المالك ما يزنقهوش، لان الكلام دي بيحاسبك عليه المالك. فكان يقول لي لا انا عايز نص عامل وهشغله في الحته الفلانيه، فكنا نحطه مثلا النص هنا والنص الثاني هنا، يعني هو يوميه عامل، المهم يوميه. وتيجي تقول له سكيلد ليبر وتحط مثلا البوم تراك والكلام ده كله، يبقى اذا الكرو عندي بتكون مثلا اثنين عمال وبوم تراك او كرين اللي هو العربيه الكرين وواحد سباك، فدي اسمه كرو هيعمل لي 100 متر. فبتبدا تسقطهم هنا، تقول له مثلا تسقطهم زي ما شرحنا الكلام ده كله. تحدد ازاي انت عايز بناء على ايه؟
بناء على الانتاجيه بتاعتك. انت هتقفل، ما هو انا عندي النشاط الاساسي هو الحافه كله هيخدم عليه، وخاصه لو كانت التربه صخريه. فاذا لا نضغط في العماله الثانيه يخلصوا عشان يردموا ونفتح للمعدات وتشتغل، لان انا عندي النشاط الاساسي هو الايه؟ الحفر. دي كانت اجابتي على السؤال، ولو ما وضحش يا ريت ايه تقول لي. الفيولوج مش المشكله، ما بتجيبوا عربي مع انجلش ما بعرفش اقرا يا باشمهندس، بيتقلب كده. لما اعمل تقرير اكتشف مش اكتشف اكتشف الفيولوج مش 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 اكتشف او مش فاهم. بص يا باشمهندس، انا تقريبا انا فهمت السؤال، مش عارف فهمته ولا لا حضرتك. ودي كان جاي لي على الخاص قبل كده، واحد مش واحد بيقول لي انا مش عارف اعمل فيولوج. لما تعمل سكادول كده وعايز تظهر، بص، وعايز تظهر الفيولوج بتلاقيها هيدن. هيدن ليه؟ لان انت مش معلم هنا، مش هو مش عارف المسار، هتلاقيها هيدن، مش هتعرف تعمل. تقول له مثلا فيولوج مش هيرضى يعمل معايا. فعايز تظهر الكره دي معاك، فتقول له ايه؟ لوك تو فايل، انا عايز تسيفه في الحته الفلانيه، فبيتظهر معاك وتبدا تخش على الايه؟ اللوج بتاعك. دي كانت اجابتي على السؤال، ولو هو مش متقصص حاجه ثانيه يا ريت توضحه لي مرتين ورا بعض كده. بعد كده دي احنا كنا واقفين عن هنا. شكرا، الله يكرمك يا باشمهندس. شكرا، الله يكرمك. لو سمحت لو تعيد شرح الوزن النسبي البرايس بير يونت في حاله البرايس. طيب ماشي، هعيدها لك دلوقتي يا باشمهندس. جزاك الله خير، الله يكرمك يا باشمهندس. ممكن لينك الدروس السابقه، الدعم الفني يا باشمهندس، اللي عايز اللينك الدروس السابقه الدعم الفني حقيقي. بارك الله في حضرتك، ربنا يكرمك يا باشمهندس. ان شاء الله هتدعي لي كمان في الكوست كنترول، لان ما حدش شرحها فري وانا هشرحها فري عشان امنع حكايه يودمي ولقمان والكلام ده كله. ان شاء الله هشرحها لك فري، وهشرحها لك كورس ما اتشرحش قبل كده، هتبعوا لنا ان شاء الله. مستوى عالي من الكفاءه، وحقيقه ان دي فرصه لا تفوت، ودي مرجع محترم. ربنا يكرمك يا باشمهندس، لا انتوا المراجع وبنتعلم منكم. جزاك الله خيرا، حرصك العظيم على حصول المعلومه. الله زكاة العلم اخراجه كله يا باشمهندس، الله ليس بغريب على دكتور عظيم زي حضرتك. جزاك الله خيرا من علمي، وحقيقي الله هنكون على احر من جمل نزيد من الكورسات، لانها مش مجرد كورس. الله يكرمك، ربنا يكرمك لحضرتك، دوام التوفيق، وفي انتظار ان شاء الله، في انتظار الكوست كنترول ان شاء الله يا باشمهندس. اللي بعده، السؤال اللي بعده، عشان لو سمحت دكتور تبعت لنا اكسل لمحاضره. كله النهارده هبعته لك، الاكستنشن والكلام ده كله هبعتها لك. الاكستنشن اهم حاجه، الاكستنشن بتاع البرمافيرا عشان بتاع اللي اوت، هبعته لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دي هي الرابط، انا مش عارفه ايه الرابط دي. مثلا لما اعمل تقرير، جاوبت على السؤال دي، نوت فيو لج. وضحت يا باشمهندس. الباشمهندس كان بيسال، اكيد انا شرحت سؤالك خلاص كده. يعني قصد حضرتك ان لما يكون طقم العمل الواحد على حسب حجم الانتاجيه المطلوبه للعمل. احنا لاحظ يا باشمهندس، ايوه، تفتكر لو انت مراجع معانا المحاضرات، تفتكر انا كنت بلعب بعدل ديوريشن حاجات بسيطه، بس في انشطه عندي كانت بالنسبه لي ما اقدرش المسها، اللي هي ايه؟ كانت انشطه الحفر، ما كنتش بنقدر نجمعها لان انشطه تقيله وهتكلفني كتير والقرار فيها صعب. فكنت ممكن اقلل في الاختبارات، اقلل في مش عارف، في حاجات معتمده على عمال. انا عندي الاساس، وخاصة لو كانت التربة، بكرر كلامي، لو كانت التربة صخرية. لو ما كانتش التربة صخرية، ممكن حضرتك يكون الدرايفنج عندك الباك فيلينج. في الحالة دي هيكون عندي، ممكن يكون عندي الردم بقى. ليه هو الردم؟ وخاصة لو العمق كتير، لأن الردم هيكون على طبقات، وكل طبقة هتعوز مختبر ومش عارف ايه والكلام ده كله، فهتاخد وقت، فهي هتكون الكريتيكال عندي. فكله هيخدم على النشاط الحرج عموما يعني. تمام؟ ممكن وسيلة اتصال مع حضرتك، صفحة الفيس والواتساب وكله يا باشمهندس. أنا صفحتي اسمها بريمافيرا حسام، وأنا آسف على الناس اللي مش عارف نعمل لهم إضافة، لأن أنا وصلت للحد الأقصى. فوالله بشوف ناس يعني مش مهتمة بالمجال وبحذف لي. يعني أنا ساعات بفضى كده، كل ما أفضى كده أنا عارف إن في ناس أكتر من حوالي 150 واحد عندي مش عارف أعمل لهم إضافة، وأنا عارف إنهم تبع الكورس. فبنبدأ نفلتر كده، نلاقي ناس إضافات يعني مش في المجال بتاعي، فبنبدأ نحذفهم وبنضيف الشباب اللي هم على الاستفسار. فصفحتي اسمها بريمافيرا حسام، والواتساب موجود، وانا يعني ما بنتاخرش على حد، لان دي واجب عليا يعني. بارك الله فيك وفي المهندس عمر سليم وكاتب. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. كان نفسنا في شرح مثل ما وعدنا في الايرنت فاليو. او حاضر حاضر حاضر، انا بس والله انا
بدأت أختصر عشان حسيت إن الناس بدأت تمل، يعني الكورس بدأ من شهر 4 لو تفتكر، فأنا بدأت أقفل. هشرح محاضرة الإيرنت فاليو، ممكن أشرح لكم على محاضرة الإيرنت فاليو بس خلاها شوية لما تخلصوا وتعملوا فويتنج ونلاقي نسبة كبيرة، يعني ممكن كمان شهر ولا حاجة نخش محاضرة كده فيه تكون الناس بس الشباب الصغيرين فهموا، لأن لو دخلت معهم في الإيرنت فاليو دلوقتي هيتعقدوا. يعني أنا في الأول دخلت بالدي سي ام اي وكان لازم أدخل بيها، فمش هدخل إيرنت فاليو دلوقتي، بعد ما يطبقوا كده ويعملوا الكيس ستادي والكلام ده كله. وانا هبعت وانا وزي ما اتفقنا باشمهندسين الكيس ستادي هتقدموها عشان تبقى منح على الشهاده. انا عايزك تكون فاهم، مش حتى لو على فكره يا باشمهندسين مش لازم تعمل كل الزونات، ممكن تاخد لي زون واحده وتظبطها لي وتعمل لي التشيك ليست عليها بايرنت فاليو وتعمل لي الريبورت وتطلع لي، يعني ممكن زون واحد فقط تعملها تمام، مش لازم كل الزونات. المحاضرات السابقه اتبعت، اللي كان بيسال عن المحاضرات السابقه جزاك الله خيرا دكتورنا العزيز على المجهود المحترم، ربنا يكرمك يا باشمهندس. السلام عليكم، لو في برنامج مبدئي معمول من غير حساب العماله والمعدات وبالتالي الخبره، السؤال ازاي انصح البرنامج ونحسب؟ لا دي غلط، الكلام دي غلط، دي بقى الخطا اللي انا ما بحبهوش، يا تخطط يا ما تخططش، دي مش تخطيط يا باشمهندس، دي ضرب. يعني بالخبره ازاي؟ يعني على فكره بص يا باشمهندس هقول لك حاجه جميله جدا، انا بعمل ايه على فكره، في حاجه اسمها البرودكشن ريت، البرودكشن ريت ستاندرد غلط يا باشمهندس، ما ينفعش تمشي عليه. ليه ما ينفعش تمشي عليه يا باشمهندس؟ المعده كاتربيلر غير متسوبيش، اللي هو نفس الحفار على فكره، هو مش حفار اهو بس غير كاتربيلر، غير متسوبيشال، غير مش عارف حاجه اسمها كوماتسو، غير حاجات كتير الصيني مش عارف، فدي كلها قدرات وكلها، وفي نفس الوقت المعده اللي بتحفر مثلا في الرياض غير المعده اللي بتحفر في القاهره، درجه الحراره بتختلف. فانا ابسط حاجه من حوالي اسبوعين كنت بنعمل الهاوس كونكشن او الوصلات الاي سي هات للانسبكشن شامبر، والمهندسين اختلفوا وعملت اجتماع على زوم مع اداره التخطيط عندي ومع اداره التنفيذ، الناس مع المدير التنفيذ والمهندسين بتوعه، كان في قسم الانفرا يعني، فاختلفوا في النسبه. اللي يقول لك مثلا البوكلين يقدر يعمل، انا بديك مثال يعني عشان اقول لك الكلام اللي انت سؤالك دي غلط، اللي هي حنان، سؤالك غلط يا مهندسه حنان. ليه؟ فانا كنت عشان فجيت اجتماع واحد يقول لي البوكلين يقدر يعمل 3 اي سي انسبكشن تشامبر في اليوم، واحد يقول لي 5 وواحد يقول لي 2، فمش عارفين، فقلت لهم بسيطه، بكره الصبح ينزل بوكلين يكون موديل طبعا البوكلينات موجوده مثلا في موديل 20 وفي موديل 2000، قلت لهم الموديلات عندنا كام؟ قال لي من 2000، خد بالك بقى، قلت له قالوا الموديلات من 2016 ل 2020، قلت لهم ينزل موديل تشوفوا حاجه 2018، موديل 2018 ينزل يحفر يشوف هيحفر قد ايه؟ حفر الواحد الاي سي واحده في 5 ساعات، يعني اذا يقدر ما يقدرش يجيب، يعني كان واحد بيقول 5 واحد يقول 3 واحد يقول 2، اصبح اللي بيقول 2 هو القريب. فما فيش حاجه اسمها بالخبره، الخبره دي بتختلف. ليه؟ لان هي مش مصانع، مش حاجه اليه، حاجه دخل فيها العامل البشري، العامل البشري انت نفسك يا باشمهندسه، ما تقدر يا باشمهندسه حضرتك انت ممكن تشتغل النهارده كويس بكره ما تشتغلش كويس حسب المود وحسب درجه الحراره، فالحاجه دي بتعتمد على التنفيذ في الواقع وفي الموقع. ففي الخبره دي ما هيكون الاجابه فيها لا، مش هيطلع برنامج مظبوط. جزاك الله خيرا يا دكتور، نتشرف حضرتك تاني في كوست كنترول ان شاء الله، ان شاء الله رابط الحضور ممكن الرابط بتاع الصفحه ورقم الواتس. الدعم الفني يا باشمهندسين اللي عايز نتنافق يتواصل مع المهندس اسامه او المهندس احمد حسام هيدوكم الحاجات دي. ربنا يبارك فيك والله يا باشمهندس، جزاك الله خيرا كثيرا مجهود وتعبنا معك. لا مش تعب يا باشمهندس، زكاة العلم يخرجه كله، الله يكرمك يا باشمهندس. ممكن حضرتك تعمل صفحه على الفيس بدل الحساب الشخصي، عامل صفحه اسمها بريمافيرا حسام بس مش متنشطه. ايوه يا باشمهندسين صح، كويس فكرتني، الصفحه دي انا عاملها اسمها برضه بريمافيرا حسام بيج عادي، بتعمل لها لايك وممكن نفعلها ونضيف العدد، دي حل كويس والله. نفس الصفحه فعلا كانت معموله من زمان ولكن انا مش مأكتفها دلوقتي، ممكن نفعلها، ممكن تخش على الصفحه بريمافيرا حسام، هي الصفحه الشخصيه هي صفحه عامه، رابط الصفحه الله يكرمك بعت اهوت بعتت الرابط الصفحه احمد صبري بعتها ورابط الحضور تمام كده، رابط الصفحه خلاص كده ما فيش، انا جاوبت على كل الاسئله يا باشمهندس. باقي للسؤال بتاع الباشمهندس بيقول لي النسبه بتاعت البرايس بير يونت اهي يا باشمهندس. بص يا باشمهندس حضرتك البند بيقول ان البند يشمل على سبيل المثال، يعني البند يشمل توريد وتركيب وحفر
وممكن البند ما يكونش فيه الحفر، تمام، ممكن البند يكون فيه مثلا توريد وتركيب فقط، تمام، وردم، تمام. طيب فالتوريد، فاول حاجه هي التوريد بتحط نسبته ازاي؟ التوريد دي ما تقدرش تحط نسبته غير بالاتفاق مع المالك، يبقى اذا النسب بتبقى فيه شقين، شق مع المالك وشق مع الاداره عندك، وخاصه اداره التسعير او الناس ذوي الخبره، يعني مش كل الشركات بيكون فيها اداره تسعير، الناس ذوي الخبره، يعني المدير التنفيذي مع مدير المشروع مع مدير المشاريع، هم دول الثلاثة بيكونوا ذوي خبره يعني. فالنسبه بتاعت التوريد بتكون حسب المالك، فالمالك بيقول لك في العقد في او ملحقات العقد يقول لك هديك مثلا 30%، على سبيل المثال هنا ادانا كان بيقول 50%، وال 50% قال لك هو اللي وزعهم، قال لك في حاله لما البي او تاخد ابروفال والبيمنت كونفيرميشن والماتيريال ديليفري، تمام، البي او قال لك 20%، تجيب لي الخطاب بتاع البنك انك وردت للمورد، بعت فلوس، حطيت فلوس للمورد، هنديك 20 في 10 البي او 10%، وهديك 20% لما تحول الفلوس للمورد، يبقى اذا انت وصلك كده كام؟ 30%، ولما المورد يجيب لك الماتيريال للموقع هديك كمان 20%، اذا وصلك 50% من قيمه البند، اذا كده اصبح معانا 50% تانيين. طب ال 50% التانيين دول بنقسمهم ازاي؟ بنقسمهم تحط نسبه للحفر ونسبه حسب وصف البند، يعني البند بيقول توريد وتركيب ودفان، على سبيل المثال يعني توريد وتركيب ودفان واعاده ردم لمواسير قطر مثلا 150 ملم كذا، فالتوريد خلاص اتفقنا عليه مع المالك وموضوع انتهى، باقي لنا 50%. لو كانت التربه صخريه حضرتك ممكن تحط الحد يعني عايز حسب طبيعه الصخر وحسب بقى الوقت، ممكن يوصل معاك النسبه لحد 40 42%، فهنقول 40%. احنا هنا ليه انا حطيتها هنا 20%؟ لكانت التربه رمليه سهله جدا، المشروع دي كان في 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 البريده في القصيم، وسط المملكه، المنطقه بريده يعني منطقه القصيم عموما، فالتربه ايه منطقه زراعيه فالحفر فيها سهل، فخدت 20%، وخدت 20% كان على التركيب و10% على اعاده الردم. النسبة دي ثابتة؟ لا، أنا بقول لحضرتك لا مش ثابتة. مين تحدد النسبة ده؟ تحدد النسبة مدير المشروع مع المدير التنفيذي بتاعه مع مدير المشاريع في حضور مهندس التخطيط، تمام، وبتتفقوا عليه. دي كده كانت إجابتي على السؤال. باقي سؤال ممكن رقم الواتس بتاع حضرتك موجود، خده من الدعم الفني يا باشمهندس. باشمهندس أمان، البرنامج ما عم يظبط التاريخ نظامي، ومع ان الكالندر اللي عم اشتغل عليها نفس الكالندر اللي عم تشتغل على حضرتك. باشمهندس عمار اتواصل معاه بقى خاص، لان الموضوع ده هيطول، هي مشكله كالندر عموما، وممكن لو حبيت تخش زوم انا وانت في اي مكان احلها لك، هي مشكله كالندر، فانا مش عارف انت بتقول لي ما بيظبطش. لا هو المفروض يظبط ما دام انت مش حاطط كونسترين وعلاقات، مفروض يظبط وظابط الحاجات دي، والعلاقات فينش تو ستار وملتزم بالعلاقات فينش تو ستار المفروض يظبط. فاستاذن حضرتك دي خلاها خاصه، يعني ممكن اجاوبك عليها خاص، توصل معايا على الخاص ونتابع معاك واحده واحده كده في اي وقت يا باشمهندس، يعني في اي وقت بالنهار، يعني ان شاء الله لو ما كانش عندي ما كنتش مشغول هنرتب مع بعض يعني وقت كده، ممكن ناخدك واحده واحده اشرحها لك. جزاك الله خير ويعطيكم العافيه على الدوره الكريمه. اخوكم من الجمهوريه اللبنانيه، ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك، كلنا وطن واحد، يعني مش يعني الحدود دي كلها مجرد مسميات، اما احنا كلنا بلد واحده ودم واحد ان شاء الله. جزاك الله خير، متشكر قوي يا باشمهندس، الله يكرمك. الله يكرمك مهندس عمار اللي كنت بتسالني، اتواصل معايا خاص. اسئله يا باشمهندسين ولا نقفل؟ رقم حضرتك راح. ايوه سؤال ثاني باشمهندس بعد اذن حضرتك، هل اذا حبيت اعمل مستقبلا كمدير مشروع، علما اني حاليا في اخر سنه في الهندسه المدنيه واهتميت بمواد الاداره، تقصد الاداره خلال الدراسه، هل حضرتك تنصح اذاكر ما يخص المكتب الفني اكثر ام التخطيط والمراقبه؟ انت بتقول مدير مشروع، يعني يا باشمهندس بره انصحك لف على كل الاقسام، لف على كل الاقسام ولو 6 شهور في كل قسم. لف على اجابتي باختصار، لف على كل الاقسام. كل عام وحضرتك بخير، الله يكرمك، كل عام وانت بخير يا شباب. اسئله ثاني
امتى اخر موعد التسليم؟ اخر موعد للتسليم يا باشمهندسين مهندسه حنان بعد يعني ان شاء الله بعد اسبوعين، يعني النهارده الخميس الجاي، لا اللي بعده الخميس الجاي لا. وزي ما قلت لحضراتكم يا باشمهندسين الكيس ستادي انا يهمني تكون فاهم، انا يهمني تكون فاهم. لو خدت زون واحده فقط، مش لازم تعمل كل الزونات، خد زون واحده واعمل لي فيها كل الكلام، تمام؟ خد زون واحده واعمل فيها كل الشغل، واعمل لي الكيس ستادي والمحمد، تمام؟ يا ريت فرصه بعد العيد، ما انا قلت لك بعد العيد اهوت، انا سايبك تعيد بعد العيد باسبوع اهو، تكون معلومات اكتر عن برنامج البرايم. ايه البرايم يا باشمهندس تقصد بايه؟ برنامج ايه يا باشمهندس؟ يا ريت يوضح مهندس احمد محمود، وضح لي بس ايه البرامج، تقصد البي دي اف فاكتوري برو؟ مش عارف تقصد ايه، جزاك الله خيرا. طيب اسئله. انا مهندس ميكانيكا بشكر حضرتك جدا، اهنى حضرتك كرسي بالكاميرا رغم موضوع مدني لكني فهمت البرنامج لازم اعمل. الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس، ربنا يكرمك. الشيت هبعت لكم الشيتات دي يا باشمهندس، هبعتها ان شاء الله. تاني اسئله ولا نقفل خلاص؟ ها خلاص، في اسئله يا باشمهندسين؟ طيب انا شايف كده ان مفيش اسئله، دقيقه ونقفل. الساعه دلوقتي 10:37 10:38 نقفل لو مفيش اسئله. انا بس بطول النهارده عشان هي اخر محاضره. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب شكرا جزيلا. طيب الله يكرمك، الله يكرمك يا باشمهندس. ها اي حد عنده سؤال يا باشمهندسين يكتبه بسرعه، الله يكرمك. مستخلصات بتتحط جزء من البرنامج، شكرا جزيلا باشمهندس. اهو ما احنا شرحنا الكلام ده يا باشمهندس، ما هو دي المستخلص اهو. طب ما انا شرحت الكلام ده يا باشمهندس. اوبن لي اوت نو اي، انا عايز اسئله حلوه كده نقعد معاكم عليها، يعني نقفل على ساعتين بس اسئله حلوه زي دي ابلاي. طب ما هو المستخلص يا باشمهندس. طيب دقيقه واحده بقى هعرض لك تقرير حلو، كويس ان المهندس دي فكرني، هعرض لكم تقرير حلو جدا. بص يا باشمهندس دي المستخلص اهو، تمام؟ اهو 52 مليون مستخلصك، 52 مليون. شوف انت صرفت ان انت كنت المفروض تصرف 32، دي القيمه المستخلصه، تمام؟ وهعرض لحضرتك اهيت فين؟ هيبدي واحده، هعرض لحضرتك تقرير كده بسيط. انا دايما بحب البساطه يا باشمهندسين، انا دايما بحب البساطه. يعني بقول لك ايه؟ If you can't simplify it, you don't understand it enough. يعني ايه معنى الكلام دي؟ لو انت ما عرفتش تبسط المعلومه اذا فانت ما انتش فاهمها بطريقه كويسه. ده تقريبا اينشتاين اللي قال المعلومه دي، انا مش متذكر يعني، فكان بيقول if you can't simplify it you don't understand it enough. يعني لو ما عرفتش تبسط المعلومه حضرتك ايه ما انتش ايه ما انتش فاهمها بشكل كويس. ايوه تقرير زي كده هو يا باشمهندس، دي بيطلع من البرمافيرا عموما. تعالوا نراجعوه مع بعض كده، يعني اصدار الاثنين مع بعض. هل ممكن عمل تصدير للبيز لاين والابديت في نفس الوقت؟ ما هو يا باشمهندس البيز لاين كده كده عندك، ما انت بعته للاستجابه يا باشمهندس. البيز لاين دي هو الاساس، انت كده بعته للاستشاري واصبح موجود عندك، ما بتغيرش الا لما تاخد اكستنشن اوف تايم او تعمل ريكفري او ريفايز من الكلام ده كله بيتعدل بقى اصبح. طيب اما اللي بتصدر هو الكرنت اللي بتطلعه كل اسبوع للاستشاري وتعمل عليه التقرير، هو الكرنت خلاص. البيز لاين اللي هو بكون دي يا باشمهندس، اللي هو بكون دي بكون البرنامج الاساسي ده، تمام؟ هبدا بس نشرح لحضرتك ايه ال 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 التقرير ده. التقرير ده عباره عن ايه يا باشمهندس؟ لاحظ مثلا اسم المشروع والشركه والكلام ده كله ومده المشروع، دي طبعا بتجيبها ايه؟ تاريخ بدايه المشروع، تاريخ نهايه المشروع، تقرير المشروع، ودي تقرير حديث اهوت اهو، والمستخلصات المرفوعه اهو، تمام؟ والمتبقي صرفه، والاعمال المنفذه، ادي الايرند فاليو اهو، الاعمال المنفذه والاعمال حسب المخطط البلاند فاليو، وده معدل الاداء. لاحظ ان الاس بي اي هنا كام؟ بواحد، يعني حلو اهو. لاحظ هنا في المشروع القديم لما بنتكلم الاس بي اي ايه؟ يعني زي الزفت متنايل بنيل. الاس بي اي هنا كام؟ بوينت 64، تمام؟ ونسبه الانجاز الفعليه، يعني الراجل شغال بنسبه بكفاءه بنسبه 100% اهو، يعني المنفذ المفروض كان ايه؟ اللي كان المفروض ينفذ 9 98%، الراجل نفذ 10% من قيمه المشروع،
تمام. بعد كده بتعمل جدول كده بالمعدات بتجيبها من البرنامج برضو. بعد كده بتجيب مثلا تبدا تخش الزونات بتاعت المشروع يعني والارنت فاليو الاس بي اي بكل منطقه، يعني عشان تقول له ليه بقى، عشان تقول له هنا انهي منطقه يبدا يركز عليها. لاحظ مثلا زون واحد حلوه 1.1 من 10، زون 2 4.22، يعني انت فاهم يعني ايه 4.22؟ الراجل شغال بنسبه 422% من 100. اللي ضعيفه عنده، اللي ضعيفه عنده زون 3 متاخره 0.85، فات تاخير. طيب ولاحظ هنا ايه اهو، لاحظ تاخير 47 يوم، وفي نفس الوقت على فكره يا باشمهندس مده التاخير 47 يوم. طب واحد يسالني سؤال حلو يقول لي ازاي يا باشمهندس مده التاخير 47 يوم وازاي الاس بي اي واحد؟ ليه؟ هنا الباشمهندس شغال او مدير المشروع شغال بكفاءه حلوه جدا، بس مش شغال على الكريتيكال باث، يعني شغال في اللي قدامه، اللي قدامه شغال فيه عمال يشتغل، او بمعنى صح ايه مش ملتزم او بالبرنامج الزمني، عمال الشغل اللي قدامه يفتحه، ففي انشطه حرجه هو مأخرها، فدي اللي اخرت عنده، فسبب التاخير عنده زون 3 هي متاخره. فاحنا بننبهه نقول له ركز في زون 3 شويه. تمام؟ الاعمال الواجب البدء فيها فورا، يعني انا بنقول يعني مثلا ايه المهندس اللي عنده مثلا في اداره التخطيط بيقول له ايه؟ انت يا باشمهندس سبب التاخير عندك الاعمال اهي، دي الاعمال، وبعد كده المعوقات في المشروع، وبعد كده التوصيات، ايه التوصيه من وجهه نظر اداره التخطيط؟ بنقول ايه؟ وجود تاخير في المشروع قدره 7 مليون، وذلك بسبب عدم العمل على الانشطه الحرجه، وعدم العمل كما ينبغي في طريق، انا بنحدد له طريق 2 وطريق 11 وطريق 23 وطريق وكذلك 18، معدلات الاداء كذا. المهندس بقى اللي كان بيسال لسبب الفكره يقول لي ايه؟ المستخلصات هل بقى تبع البرنامج؟ طب ما هو ايوه تبع البرنامج. لاحظ بند رقم 6 في 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 التوصيات بنقول ايه؟ ضروره رفع المستخلصات بالاعمال التي تم تنفيذها، حيث انه يوجد اعمال منفذه بقيمه كام؟ 4,144,000 غير مرفوعه. طب عرفت الكلام دي منين يا باشمهندس؟ عرفت لان المستخلصات المرفوعه 5 مليون، تمام؟ والراجل عامل شغل ايه؟ والارنت فاليو كام؟ الارنت فاليو 9 مليون وكسور، فالفرق بين المستخلص اللي اترفع والقيمه اللي عملها اللي هو سلمها كام؟ الرقم الاخير ده. ودي طبعا انديكيشن كل اسبوع، لان احنا بنركز على الاس بي اي، لان قلت لك حضرتك تركز عليه بتجيبه من الكلام ده اهو، او الاس بي اي اهو. ده عندي كل اسبوع، ده الاسبوع الاولاني الاس بي اي 98% نازل، يعني السهم نازل يعني في تاخير، كذا 97 نازل في تاخير، في 98 في تاخير، بدا يرفع 1.7% او 7.10%، طلع 1.6% طلع 1.2% 1. دي بيديك انديكيشن ايه يا باشمهندس؟ تبدا تراقب لو عندي مشاريع كتير. طبعا الكلام دي كله بيتجمع في الاي بي بي ام الانتربرايز بروجكت بورتفوليو مانجمنت، او بيرمافيرا البي اي اي ام برمافيرا اللي هي البورتفوليو مانجمنت، تبدا تجمع الحاجات دي كلهم في جدول واحد، ويبدا تمانج المشاريع كلها، انهي مشاريع فيها خطر؟ يعني مثلا مشروع زي دي النهارده حلو، طيب انت بتجمع المشروع ده مع المشروع الثاني مع المشروع كذا، يجي مشروع زي ده لا ده متنيل ده لازم نهتم بيه، لازم نجري عليه ونشوف المشكله في ايه، يبقى اذا نريح دماغنا من المشروع دي ويكون كل تركيزنا على المشروع الثاني. دي نتكلم على السي او او الاداره العليا مثلا او الهيد اوفيس، يبقى تركيزه على المشاريع اللي بتقل الاس بي اي عنها، وخاصه لما يكون عندك مشاريع كتير، المشاريع اللي بيقل الاس بي اي عنها عن 8 من 10 او 80%. تمام كده انا جاوبت على الباشمهندس اللي بيقول لو الواتس هل الام اس بروجكت لو عندي برنامج يمكن تصديره، يعني هل ممكن عمل تصدير البيزلاين، يعني اصدر الاثنين مع بعض مره واحده؟ رقم الواتساب بتاع الباشمهندس. انا يا باشمهندس لا بشتغل ام اس بروجكت ولا بحبها بصراحه، لانها مش مكتمله، ما دام حاجه مش مكتمله ما اشتغلتش بيها، وكنت عامل مقارنه قبل كده على الصفحه بتاعتي، وفي ناس بتحبه، مش عايز اتكلم في الحاجه دي، انا ما برتاحش ليه شخصيا يعني، فمش عارف اجاوبك على السؤال. بس يا باشمهندس ترفع لينا نماذج من التقارير، ممكن نموذج تقرير؟ حاضر يا باشمهندس، حاضر يا باشمهندس. باشمهندس ازاي نحقق نسبه الانجاز بمعدل في ربع المده؟ ازاي؟ انا مش فاهم بقى. و باشمهندس ازاي نحقق نسبه الانجاز بمعدل ايه نسبه الانجاز؟ 12.5% في ربع المدة و 35.5%. بص دي أسئلة عامة، أنا في ثلاث أربع، أنا مش فاهم السؤال ده. عايز تحقق ارفع المعدلات، اظبطها، اظبط الويت بتاعك. يعني أنت بتقول 12.5 في ربع المدة،
و35%. يعني انت عايز تشتغل يعني بدل هتشتغل على الليت ستارت يا باشمهندس، تشتغل حضرتك على الليت ستارت، يعني انت مثلا بدل ما تعمل 25% ابدأ بالراحه، يعني اشتغل على الليت ستارت، يعني مثلا ايه تقلل، يعني نتكلم هنا كده تبدأ بقى ايه تأخر بقدر الامكان يا باشمهندس. استندول انا بقى ايه فين الديفولت، هو انا شغال انا شغال باللي اوت، معدل اللو. بص يا باشمهندس باختصار يعني عشان ما ننضحش في النقطه دي، هي بسيطه جدا وتعتمد على سياسه الشركه عندك، يعني امتى سياسه الشركه عندك مثلا سياسه الشركه عندي انا يا باشمهندس مثلا سياسه الشركه تكون هشتغل على الليت ستارت. الليت ستارت ازاي؟ هقولها لك بسيط، هي حلها بسيط كويس، ان الملف دي فين موجود اهو. ايه هي الليت ستارت يا باشمهندس عشان نفهمها كلها مع بعض؟ هي التقرير الصغير ده. بص تشوف الانشطه الكريتيكال اللي تبدا بيه، تمام؟ لاحظ هنا مثلا نشاط الري بادئ هنا، وخلصان نصغر الورقه دي عشان تبقى واضحه كلها كده اهي. النشاط مثلا على سبيل المثال الري بادئ مثلا هنا ومنتهي هنا، ازاي تشتغل على الليت ستارت مثلا؟ يا اما تقلل المعدات بدل ما هم 3 ترانشر، بدل ما هو مثلا 3 ترانشر تشتغل، واللي كان بيسالني على ترانشر بعد كده يخش على النت وشوف، هو حفار كده بيحفر باسطوانه كبيره تحت كده، بتحفر بدل بدل البوكلين يعني، واسرع بس عطله كتير، وكنت رافع صور له على صفحتي اللي كان بيسالني على الترانشرات. فكره ان انت مثلا تحقق النسبه تيجي مؤخر، مؤخر دي في مؤخرها شويه، بدل مثلا ما تبدا مثلا في 12 8 يا عم خليها تبدا مثلا في 12 11 12 نوفمبر، وهي كده كده واخده كام شهر، وادا مثلا ادا 1 2 شهرين ونص، يعني 1 2 هتخلص هنا، تمام؟ دي اللي بتقلل النسبه. وبتحسب الكلام ده ازاي بقى؟ بسيطه خالص، يعني انت مش عايز تعملها على البرمافيرا كمان، بنفس القصه تكلفه الكلام ده اهو، هتحط التكلفه بتاعه النشاط دي مع تكلفه تضيف الكوست يعني، وتشوف النسبه هنا كام، وتضيف 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 رو ثانيه هنا كده، صف ثاني تسميه الكوست، وتشوف الكوست اللي هتطلع هنا طلعت، لو طلعت اكتر من 12% تحرك الورق، تحرك الورق كمان مثلا، يعني مثلا اول مثلا اول 3 شهور تشوف النسبه كام، لو انت بتقول مثلا اول في ربع المده، يعني انت بتقول 12.5 في ربع المده على سبيل المثال مثلا، المده 4 شهور، يعني 1 2 3 4، شوف الشهر الاولاني لو هو اكتر من 12% تبدا تحرك الانشطه دي لورا شويه، تبدا تحركها شويه او تزود مدتها، تشتغل لاين اوف بالانس خط توازن. بس اصلا هو بص انا عايز اقول لك بقى الطريقه دي انا بشبهها بطريقه الطالب اللي بذاكر، هو كده كده المذاكره عليك هتخلصها والامتحان له يوم، سواء بقى نذاكر ساعتين في اليوم، سواء ذاكر نص ساعه في اليوم، سواء ذاكر اخلص المنهج كله وراجع وارتاح، هي سياسات. طب السياسات في مجال العمل بتكون ايه؟ مجال عملنا احنا، مجال عملنا ممكن تكون الشركه مثلا مشغوله بمشروع ثاني وعايزه تشتغل على الليت ستارت، البدايه المتاخره، فتشوف الفلوت بتاع المشروع وتبدا تاخره. انا بطبيعه بص يا باشمهندس، انا بطبيعه عملي انا بشغلك على الليت ستارت، امال انا تفتكر انا عمال ازنقك ونقول لك الفلوت ما تخلوش، بدل ما تخلي بقى الفلوت 44 ممكن خليه مثلا 20 15، انت كده شغال على الليت ستارت، انت كده ظبطت، وتشوف نسبتك وتحركها وتاخرها، بس هي كده كده هو تاسك لازم تنفذه، هتلاقي في الاخر خالص ال 70% اتزنقت فيهم وهتضر نفسك، تمام؟ أنا كده جاوبت على دي شروط طبقا للعقد. طيب ماشي، والله الشروط حلوة، يعني هو مريحك. يعني يا باشمهندس ازاي طيب في أسئلة تانية يا باشمهندس؟ أنا كده جاوبت على الأسئلة، في أسئلة تانية؟ التقارير والحاجات دي هبعتها لكم. التقارير والحاجات دي والأفكار والحاجات دي كلها هبعتها لكم إن شاء الله، ما تقلقوش يعني إن شاء الله يعني. ممكن يكون يوم السبت كده هنبعتها للمهندس أسامة. أو المهندس أحمد حسام هبعتها له. حاجة تانية يا باشمهندسين؟ طيب انا شايف كده ايه اللهم قد بلغت يعني الا اذا حاجه كنت نسيتها يعني ف
يعني سامحوني لو حاجة نسيتها، يعني لو كان في خطأ أو نسيان فيعني مني ومن الشيطان يعني، ولو كان في توفيق فمن الرحمن، ونسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أي خدمة دكتورة شيماء؟ شكرا جزيلا باشمهندس، بجد يعني محاضرة رائعة، وعليك يعني ألميت بجميع الموضوعات بسم الله ما شاء الله. شكرا ربنا جزيلا يكرمك، لحضرتك، ربنا يكرم حضرتك، كل عام وانت بخير. يلا سلام عليكم. سلام عليكم.